السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي. النهاردة إن شاء الله سنة رابعة، آخر درس من دروس الجغرافيا بعنوان توزيع السكان على خريطة مصر. طيب، أول حاجة في درسنا النهاردة سنة رابعة، لو أنت بصيت لخريطة مصر اللي أنت بتشوفها من أول السنة دي، بيقول لي تفتكر يا سنة رابعة إن سكان مصر متوزعين بالتساوي كده على خريطة مصر؟ قال لي للأسف يا سنة رابعة ده مش موجود. طيب أمال سكان مصر فين؟ بيقول لي للأسف يا سنة رابعة إن 4% بس من مساحة مصر تعتبر مأهولة بالسكان. يعني إيه يا ميس مأهولة بالسكان؟ يعني عايش فيها السكان. طب يا ميس وال 96% الباقيين؟ بيقول لي برضو للأسف إن 96% من مساحة مصر مناطق غير مأهولة بالسكان، يعني مناطق مش موجود فيها السكان. طيب دلوقتي أنا عايز أعرف السكان في مصر متوزعين ازاي؟ قال لي عشان اسهل على نفسي وانا بدرسهم انا قسمتهم الى 4 اجزاء او 4 اقسام. اول جزء هنعرفه مع بعض هي الاماكن المزدحمة بالسكان، وتانيها على طول المناطق المتوسطة السكان، والتالتة هتكون قليلة السكان، والرابعة هي المناطق نادرة السكان. وتعالى ناخد جزء جزء مع بعض. قال لي يا سنة رابعة أول ما تسمع في مصر مناطق مزدحمة بالسكان افتكر منطقتين مهمين جدا اللي هما الدلتا والوادي. طيب ليه الأماكن دي بالأخص يا سنة رابعة مزدحمة جدا بالسكان في مصر؟ قال لي الكلام دوت بسبب 3 حاجات. إيه هما الأسباب؟ قال لي أول حاجة بتتوفر في الدلتا والوادي هي التربة الخصبة والمية العذبة. طيب تربة خصبة ومية عذبة الإنسان هيستخدمهم في إيه؟ قال لي أنا هستخدمهم في حرفة الزراعة. يبقى أول سبب كان في سبب تركز السكان في الوادي والدلتا كان وجود المية العذبة والتربة الخصبة وقيام حرفة الزراعة. طب إيه كمان يا ميس؟ قال لي في سبب كمان مخلي السكان يتركزوا في المكان ده، حاجة اسمها استواء السطح. السطح بيكون مستوي جدا في الدلتا والوادي، وكمان سهولة المواصلات. المواصلات برضو سهلة جدا في الأماكن دي. كل الأسباب دي خلت عندي تركز في السكان أو عندي ازدحام في منطقة الدلتا والوادي. تعالى ننتقل للنقطة اللي بعد كده اللي هي المناطق المتوسطة السكان. طيب موجودين فين؟ برضو في منطقتين، أول واحدة فيهم اسمها ساحل البحر المتوسط والتانية اسمها ساحل البحر الأحمر. تعال نبدأ بساحل البحر المتوسط. بيقول لي يا سنة رابعة أول سبب مخلي السكان يكونوا موجودين بكمية متوسطة في سواحل البحر المتوسط هي قيام حرفة الزراعة. إيه ده يا ميس؟ في زراعة عند البحر المتوسط؟ أقول له فيه، بس اعتمادا على مياه الأمطار الشتوية. المكان دوت بتسقط فيه أمطار شتوية فبتقوم عليها حرفة الزراعة. طيب إيه كمان يا ميس مخلي السكان موجودين هناك؟ أنا عندي هناك بيقوموا بحرفة الصيد، عندي كمان ناس بتعمل في القرى السياحية، وآخر حاجة عندي اللي هي المواني اللي بتبقى موجودة على ساحل البحر المتوسط برضو الناس بتشتغل فيها. طيب آدي ساحل البحر المتوسط. ساحل البحر الأحمر إيه اللي يخلي فيه سكان فيه بكمية متوسطة؟ قال لي أول سبب عندي إن الأماكن دي فيها مناطق لاستخراج البترول والتعدين والمعادن، ده أول سبب. طيب وتاني سبب هم كمان عندهم مواني وهم كمان عندهم بعض القرى السياحية. بكده أنا خلصت المناطق متوسطة السكان. طيب يا ترى في مناطق قليلة في السكان في يا سنة رابعة زي ايه؟ قال لي عندي الصحراء الغربية مقصود بيها بالظبط في الواحات، وعندي كمان شبه جزيرة سيناء. تعالى ناخد واحدة واحدة. اول واحدة عندي اللي هي الصحراء الغربية، مش الصحراء الغربية كلها، امال ايه يا ميس؟ ده الواحات اللي منتشرة زي ما انت شايفها كده على الخريطة دي بيكون فيها سكان. طب ايه السبب؟ اهم سبب وسمعته كتير اللي هو قيام الزراعة في الواحات. الواحات يا ميس طب المية جت لها ازاي؟ هي كمان امطار؟ لا يا سنة رابعة، الزراعة بتقوم في الواحات بسبب وجود المياه الجوفية. يبقى قيام الزراعة في الواحات بيكون اعتمادا على المياه الجوفية اللي هي المياه اللي بتكون في باطن الارض. طيب عندهم ايه كمان؟ قال لي عندهم نشاط الرعي اللي هو رعي الحيوانات. طيب تعالى نروح للمكان التاني اللي هو شبه جزيرة سيناء.
طيب شبه جزيرة سيناء فيها سكان قليلة؟ فيها. طب ده بسبب ايه؟ هي كمان فيها زراعة. طب الزراعة في شبه جزيرة سيناء قائمة على ايه؟ قائمة على الأمطار الشتوية. يبقى الزراعة في شبه جزيرة سيناء، ما ننساش يا سنة رابعة، قائمة على الأمطار الشتوية. وآخر حاجة عندنا إن شبه جزيرة سيناء فيها بعض المناطق السياحية أو الأثرية. وبكده أنا خلصت 3 أجزاء، فاضل عندي آخر جزء في درسنا النهاردة اللي هي المناطق نادرة السكان. عندي في مصر منطقتين مهمين جدا بيندر فيهم السكان، اللي هي المناطق الجبلية والمناطق الصحراوية، مناطق فيها صحراء ومناطق فيها جبال. طب إيه السبب يا سنة رابعة مخلي السكان مش موجودين في المناطق دي؟ قال لي أنا عندي 3 أسباب يخلي السكان تقل قوي في الأماكن دي. أول سبب اسمه وعورة السطح. يعني إيه كلمة وعورة دي يا ميس؟ جديدة عليا. وعورة دي معناها صعوبة، السطح هناك صعب جدا. وتاني سبب برضو مترتب على السبب الأولاني، عشان السطح الأرض شكلها بيكون صعب قوي، أنا بيكون عندي صعوبة في الانتقال، ما بقدرش أتنقل من مكان للتاني بسهولة. طيب وآخر سبب مش هيخلي عندي سكان في الصحراء هي صعوبة الحصول على الموارد المائية. الموارد المائية هناك قليلة جدا وصعب ان انا احصل عليها. طيب خلي بالك كمان يا سنة رابعة ان في علاقة بين توزيع السكان والتضاريس وكمان الأنشطة الاقتصادية. بكده يا سنة رابعة نكون خلصنا درسنا النهاردة، واتمنى يا رب تكونوا فهمتوه ونذاكروا على طول بسرعة.